بعدين صدرت الأوامر بجهاز مكافحة الإرهاب بتحرير المناطق الموكلة إليه، محور الخازر، برطلة، جوجلي، وصولا إلى مدينة الموصل. لله الحمد أنه تم تحقيق الأهداف الموكلة لنا بوقت قياسي. تم تحرير مدينة برطلة بالكامل والقرى المحيطة بها والمجمعات التابعة لها، مجمع طيبة والموفقية وقرية خزنة وخزنة تبة، وكذلك المناطق القلاع، ووصولا تقريبا إلى بداية مدينة بازوايا. العدو إلى أساليب، وهي أساليب معروفة من قبلنا وعرفنا شلون نتعامل وياها، مهنية عسكرية عالية. تم تفجير أغلب العجلات المفخخة اللي دزها لنا العدو وتفكيك جميع العبوات، وكذلك العدو أساليب هي ليست بالجديدة ولكن بكثرتها، هي الأنفاق اللي حفرها الموجودة وأنفاق جدا طويلة تصل إلى بعض المئات الأمتار أو الكيلومترات. حقيقة أنه عرفنا شلون نتعامل بهذه الأنفاق وشلون نحصر العدو داخل الأنفاق وتم قتله. والحمد لله العملية مستمرة لحد هاي اللحظة. يتميز جهاز مكافحة الإرهاب بالتدريب والمهنية العالية والاحترافية، وكذلك للخطط الموضوعة من قبل القيادات، خطط كانت كلش دقيقة وتنفيذها دقيق. لذلك الحمد لله احنا دائما ناجحين بتنفيذ هاي الخطط ونحقق الانجازات حسب الاهداف المرسومة. حقيقة هي اكو مدينة جوجلي يعتبرونها انه هي خارج الموصل لكن هي ملاصقة للموصل. احنا نبعد عن جوجلي 4 كيلومتر وعن مدينة الموصل بحدود 5.5 كيلومتر. احنا مبشر اهلنا بالموصل ونقول ان شاء الله جايينكم نحرركم من هذا داعش ونشوف اطفالكم ونشوف الفرحه المرسومه بوجوهكم، وان شاء الله احنا هاي نعيد هاي البسمه والفرحه لكم. التنظيم داعش احنا ساحقينكم نقول لهم، مثل ما سحقناهم وقتلناهم وشردناهم بمناطق بالقياره وبمنطقه جحله وبطول الباج وبيجي وبتكريت وبكل مناطق العراق وبالرمادي، والحمد لله هم منتهين. يعني احنا انا احب اوصلهم رساله انه لا مفر لهم، لا مفر لهم. القطعات الأمنية مطوقة الموصل من كافة الاتجاهات، وإحنا ناويين أنه قتل داعش، إنهاء شيء اسمه داعش داخل العراق وليس هزيمة داعش للبلدان الأخرى المجاورة.